أعلن طيران الرياض الناقل الجوي الوطني الجديد الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة أن رحلاته ستنطلق من المملكة اعتبارا من عام 2025. وقال طيران الرياض في تغريدة على تويتر إن طائرات الشركة ستنفذ الظهور الأول بعد غد الاثنين بالهوية الجديدة باللون الخزامي والذي يمثل نبات الصحراء الخزامى في السعودية، إذ ستحلق على ارتفاع منخفض في سماء العاصمة الرياض.